السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على واجهة برنامج الباوربوينت وكيف نستخدم الباوربوينت وبعض التعديلات على الشرائح. لدينا بداية هنا هذه الورقة، وطبعا بالوورد أو في الوورد تسمى ورقة، أما بالنسبة للباوربوينت تسمى شريحة. وطبعا هنا التبويبات ذاتها في الوورد، تبويب ملف والشريط الرئيسي وإدراج وتصميم إلى آخره، ولكن تختلف الأدوات داخل التبويبات. في طبعا في بعض التبويبات هنا بداية، إذا أردت أن أكرر هذه الشريحة أو أن أضع أكثر من شريحة، ربما أضغط على شريحة جديدة من تبويب الشريط الرئيسي، أو أضغط بزر اليمين على الشريحة وأضغط تكرار شريحة، أو أضغط إنتر فيعطيني شريحة جديدة. يمكنني أن أكتب ما أريد داخل الشريحة، ويمكنني أن أعدل على الخط من تغميق وإمالة وخط تحت الكلمة وظل، ويمكنني أيضا أن أغير شكل الخط ولونه، وأن أكبر الخط أو أصغره، وأن أضعه في وسط المربع النص. طبعا هذا يسمى مربع نص. الآن لو أردت أن أغير لون هذه الورقة أو هذه الشريحة، أذهب إلى تبويب تصميم وأختار التصميم الذي أريد. ربما أنا لا أريد كل الشرائح مثل بعضها البعض نفس التصميم، أضغط على الشريحة التي أريد، ومن تبويب تصميم أذهب إلى تنسيق الخلفية، تعبئة متدرجة، ومن هنا يمكنني أن أضيف ألوان، أختار أي واحدة منها وأغير لونها، ويمكنني تحريك الألوان هكذا، فأقوم بصنع تدرج في الألوان كما أريد. بالنسبة للانتقالات والحركات، الانتقالات مسؤولة عن حركة الشريحة بالكامل، أما بالنسبة لي عفوا الانتقالات مسؤولة عن حركة الشريحة بالكامل، أما الحركات مسؤولة عن حركة الكلام أو الصور داخل الشريحة. مثلا هنا أنا أدرجت صورة، فيمكنني تغيير حركة الصورة والكلام من خلال الحركات. أما الانتقالات فهي للشريحة فقط. مثلا هذه الشريحة عندما أضغط على انتقالات وفرضا أضع انقسام، فأجد أن حركة الشريحة تغيرت هنا فرضا. أما بالنسبة لحركة الكلام والصورة فمن تبويب حركات، أضغط على مربع النص لجملة بسم الله الرحمن الرحيم، وأختار مثلا هذه، وأختار الصورة وأضع انقسام، فيقوم بترقيمها 1 2، أي ستظهر الجملة في البداية ومن ثم ستظهر الصورة. لكي أقوم ببدء العرض التقديمي أضغط على F5، وعند النقر ينقلني من شريحة إلى أخرى طبعا حسب التصميم الذي صنعته أنا. وعندما أريد أن أخرج من العرض التقديمي أضغط على زر Escape.